السلام عليكم. بدر العنبر، رئيس جمعية سيت دازرت للتنمية القروية والثقافة والأعمال الاجتماعية بدوار اتش اي بجماعة تازوطا إقليم صفرو. هذه الجمعية هذه كتشتغل على الماء، قطاع الماء، وعندها أهداف أخرى، ولكن عندنا قطاع الماء حاليا اللي كنشتغلوا عليه. أولا قبل كل شيء الشكر موصول لجريدة أصوات وجريدة الماب اللي هي المغرب العربي بريس في شخص مراسلها السي عزيز صبيح. فهذا التصريح غنحاول نوضح للرأي العام والمحلي المشاكل اللي كتعاني منهم هذه الجمعية وبين هذه الساكنة هذه، فيما يخص عدة خروقات وتجاوزات في هذا المشروع هذا اللي تهيئ من طرف مجلس الجامعي بتازوطا على يد الشركة. هذا المشروع هذا كلفنا ما يناهز 211 تشقوق بشكل طولي السنوات المنصرمة، وهذه السنة سجلنا استوفت 342 تشقوق كذلك. ومثال فيما يكلف الجمعية بالتقدير كل تشقوق كلفنا 293 درهم. أنا نحاول ما أمكن نضيطي حفر الخندق باش فاش كيكون الفويت كنحفروا خندق حفرة كنحفروها ب 25 درهم، كنبدلو كيكون فويت كنديرو جوج منشويات ب 150 درهم، ومتر ديال التيو ديال بي ان سيز ب 30 درهم، التسرب كنقدروه ب 20 طن لكل فويت يعني ب 88 درهم، ليصبح المجموع ب 100206 درهم اللي كلفنا هذا المشروع ديال الجماعة منذ بدايته سنة 2017. منذ بداية 2017 اللي تم تسليم هو محضر تسليم المنشآت تم سنة 10 يناير 2017، ولحد الساعة كنعانيو من سياسة التسويف التي ينهجها رئيس الجامعة. كل نهار كنمشيو عنده كيقول لنا سوف 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 سوف، ولحد الساعه ما نكروش حتى هو زعما نكروش راه دار واحد المجهود، ولكن حنا كنحاولوا ما امكن يزيد اكثر. كان عطانا واحد المجلس السابق كان عطانا واحد 200 متر ديال المنشات وبدلناها، وجا المجلس الحالي عطانا كذلك 500 متر ديال المنشات بدلناها، وعطانا المجلس الاقليمي واحد 300 متر ديال المنشات بدلناها، وحنا بدلنا كجمعيه درنا من صندوق الجمعيه واحد 300 متر. ولكن المشكل حنا بدلنا فعلا المنشات، والمنشات راه باقي فيهم مشكل ومازال كنبدلوهم، وغدا ولا بعد غدا غنوليو عاد نبدلو واحد 200 ولا 300 متر. اذن هنا انا راني كنت درت طلب للجامعه على اساس باش دير لينا لي فونتوز ولا ريديكسيون بريسيون، ولحد الساعة باقيين سوف سوف سوف. هذا العام الجاي المجلس اللي جا كيقول لك هذا العام الجاي، لحد الساعة مازال ما. وهذه اتفاقية الشراكة اللي بيناتنا 15/5 تحت رقم 15/5/1/2016، هذه اتفاقية بين الجمعية والجامعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهذا طلب تغيير الأنابيب كنا درناه للسيد الرئيس في 2017، هو 22 في شهر 9 2017، باش تعرف بلي راه كنعانيو منذ بداية السير كنعانيو من المشاكل. وهادو توقيعات الساكنة اللي كتعاني من المشاكل وكتشهد بلي هاد التيوات هادو فيهم مشاكل، ها هما التوقيعات ديالهم كاملين. وهذا طلب ثاني، طلب عقد لقاء تواصلي مع اعضاء الجمعيه المذكوره على هذه الرئيس الجامعه على اساس باش نجلسوا الطابل باش نوضحوا الامور كما هي، ولكن بدون جدوى. ومؤخرا ولينا درنا في 2020 درنا واحد الشكايه لسيد العامل، وحده درناها لسيد العامل بالتذكير، وحده درناها لرئيس قسم الشؤون الداخليه في العماله، وحده درناها للوزير رئيس قسم الشؤون الداخليه فعلا، هذه الثانيه، هذه رئيس الدائره، وحده درناها للوزير الداخليه معالي وزير الداخليه،
وحده درناها للمدير الديوان الملكي القصر العامر، وجاوبنا سيد العامر مشكورا، صفت مراسله للجامعه باش الجامعه تحل معنا مشكل. كان تفاجؤوا رئيس الجامعه كيصيفط لنا مراسله وكيقول لنا فيها باللي انا درت ودرت 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 ودرت، وفعلا حنا ما نكرناش، ما قلناكش ما درتيش، ولكن المنشات راه تشوبها خروقات وتجاوزات، وهذا الشيء راه درناه في شكايات، ولحد الساعه مازال ما كاينه حتى حاجه، والساكنه كتغوت، وحنا صندوق ديال الجمعيه راه مقبل على الافلاس، وكما كتعرفوا راه المغرب كامل الجمعيات ديال الماء راهم مقبلين، اللي ما مقبلاش اللي ما دارتش افلاس راه مقبله الافلاس، كاينه اللي واصله 70 مليون تقريبا، وراه عندنا دابا حاليا في التزوطه راه عندنا ثلاثه ديال الجمعيات راه ثلاثه ولا اربعه ديال الجمعيات راه مقبلين على الافلاس. كاينه التزوطه وكاينه تازودا، التزوطه هي اللي في الوراق لاباس عليها، وتازودا هي قين ديال الاطلس المتوسط، هي اللي غادي نهضروا عليها دابا. تازودا هي اللي فيها لاراغونيت، فيها الرخام من نوع فوليبيليس، فيها اكليل الجبل اللي هو ازير، فيها سد مداز اللي كيتعتبر من بين ثاني اكبر سد في المغرب. تازودا هي اللي فيها نص طونات ديال 200 نيترو ديال 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 الزبل، هي اللي فيها اغبالو مستنزف، هي اللي فيها ساحة السوق مخربة، هي اللي ما فيهاش البافي، هي اللي فيها دار الولادة ما خداماش، هي اللي فيها البريد بنك بلا كيشي، هي اللي فيها مستوصف خدام غير الثلاث والخميس، هي اللي فيها الفرمليات خدامين بالتناوب، هي الوحيدة اللي ما فيهاش ثانوية تأهيلية، هي اللي فيها أغلب الجمعيات الماء مقبلين على إفلاس، هي الوحيدة اللي قبلت برنامج يتمثل في الطاقة الشمسية، هي الجماعة الوحيدة اللي حكمها الوردة ما يناهز 27 سنة، هي اللي فيها القرنة حدا دار الطالب. شكون يمكن ليه يوصل تازودا لتازودا؟ رحنا ديروا في بالكم بلي ما غيجيش شي واحد يطلعوه لتازودا، راه انا وانت اللي كنسيروها من 5 سنين لـ5 سنين. لا سيدي، انا ما ناخذش المقابل، انا صوتت على برنامج انتخابي اللي اليوم غادي نحاسبك عليه. وشكرا. كنشكر سيد القايد وسيد العامل، هما اللي كيجاوبونا على الشكاوي ديالنا، وكنطلبهم باش يتدخلوا في هذا الموضوع. الا كانت الجامعه كتحسبني انني كندير السياسه، راه ما كنديرش السياسه، انا خاطيني من السياسه، انا فاعل جمعوي باغي نخدم مع الساكنه، وفعلا خدمنا تبارك الله، راه دخلنا الماء تقريبا ما يناهز 184 كونتور. كنتمنى من الداخليه من الجهه الوصيه تدخل في هذا الموضوع هذا، تفك لينا هذا المشكل اللي هي ماده حيويه. وشكرا.